عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا مفاجئا في البيت الأبيض منفردا للمرة الأولى، تحدث خلاله عن قضايا عدة على رأسها قضية حظر دخول المهاجرين ومسار العلاقات الأمريكية الروسية. غضب شديد تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية تشير إلى اتصالات حدثت بين مسؤولين في حملته الانتخابية والمخابرات الروسية، وصفها بالكاذبة وقال إن هذه التقارير الصحفية تصعب على الإدارة الأمريكية إبرام اتفاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهدئة التوتر بين واشنطن وموسكو، لأن بوتين يعتقد أن ترامب يواجه صعوبات سياسية في تنفيذ قراراته. I own nothing in Russia. I have no loans in Russia. أستطيع أن أقول لكم متحدثا عن نفسي، لا أملك شيئا في روسيا، لا قروض لدي من روسيا، لا صفقات لي مع روسيا. والرئيس بوتين كان لطيفا جدا معي عندما هنأني بالفوز والتنصيب الرئاسة، كذلك جميع رؤساء البلدان الآخرين، وهذا هو المعيار. لكن تقارير روسيا هي أخبار كاذبة صنعها الإعلام. ترامب وجه انتقادات حادة للإعلام الأمريكي طالبا الصحفيين أن يخجلوا من أنفسهم لأن عددا كبير منهم لا يقول الحقيقة، وقال إن هناك انعداما لمستوى النزاهة أصبح خارجا عن السيطرة، مشيرا إلى أن غالبية وسائل الإعلام في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس لا تتحدث من أجل مصالح الشعب بل للمصالح الخاصة ولمن يستفيدون من نظام متصدع. وأكد ترامب أن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانفورت شخصية محترمة ولا علاقة له بالروس، وإنه لم يوجه مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فالين بالتحدث إلى سفير روسيا عن العقوبات الأمريكية قبل توليه منصبه. وقال ترامب إنه طلب من وزارة العدل النظر في تسريب معلومات سرية وصلت بطريقة غير مشروعة للصحفيين بشأن علاقة بين مساعده وروسيا، ووعد ترامب بالتحقيق في تلك التسريبات التي وصفها بالإجرامية، وذلك بعد اجتماعات مع إدارته.